يوهان باخ، فرانز ليست، تشايكوفسكي، نيكولا باغانيني، بابلو دي ساراس. أسماء لمؤلفين وعازفين عالميين استحضر الثنائي الموسيقي زياد عباس على آلة الكمان ومحمد إبراهيم على آلة البيانو بأمسية تحت عنوان فنلندية على منصة دار الأسد للثقافة بلادية. هذا العرض كان نتيجة لتدريب استمر لمدة حوالي سنة. المقطوعات كانوا مانون سهلين أبداً والحمد لله كان العرض بزن كان مميز يعني إن شاء الله. بعزف كمان من 14 سنة وشوي تقريباً مع فترات تركنا فيها. والحمد لله يعني هيدون السنتين كانوا أهم سنتين، كان في كتير تدريب، كان في كتير شغل. والحمد لله بلشنا نشوف يعني شو بلشنا نشوف تعبنا. أكيد هذا شيء كتير مهم إنه الموسيقى الكلاسيكية تأخذ شعبيتها هون خصوصا بسوريا، يعني ما بس بالساحل السوري. نحن منشوف الموسيقى الكلاسيكية إلى 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 شعبها الخاص. نحن بننبسط إنه الجيل الطالع هلق عم يسمع، مو يعني مر علينا كذا جيل إنه ما عم يسمع الموسيقى الكلاسيكية. تقنيات العازفين وقدراتنا الإبداعية ظهرت بالأمسية نتيجة الشغف والتدريب المستمر بالمعاهد الموسيقية الرسمية من خلال المنهج التعليمي الأكاديمي. ببلدنا في نواة مهمة بلغة الروح، لغة الموسيقى، بالإيقاع، بالحضور اللافت، تحتاج دائما مو بس للرعاية، تحتاج للحماية. هذا بيحتاج لناس معنيين في مقام ما يقدروا يعملوا الحصانة. نتمنى يكون في ناس يهتموا بهدول الناس الشباب، لأنه بتخرج طبيب ممكن بروح باتجاه الطب وينسى الموسيقى. الموسيقى إن لم تكن في حياتنا لا حياة. بالمجمل انطباع جيد، حلو، تقدم مستوى. ولما نعرف انه هن ما متخصصين بشكل اساسي بالموسيقى بحياتهم، اسا هذا بيضفي اكثر جماليه وشيء كثير حلو تقدم. حلوه كثير، وضل هيدا وجه ثقافي وحضاري للبلد. الموسيقى هي غذاء للروح، كلنا بحاجه له بهذا الوقت. الامسيه الموسيقيه قدم فيها ثنائي 8 من اجمل واصعب المقطوعات العالميه وسط حضور كبير لجمهور الموسيقى الكلاسيكية، هالشيء اللي بيشكل جزء مهم بالحركة الثقافية السورية.